أنتم الآن في نشرة الموجة. استدعت الضابطة القضائية حياة علمي والدة الضحية هامي بناني المطالبة بالحق المدني في القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولم يعرف إلى حدود ساعة سبب هذا الاستدعاء لوالدة هامي بناني. وتعتبر قضية هامي بناني من أغرب القضايا التي يشهدها المغرب، حيث خرج الضحية البالغ من العمر 17 سنة في أبريل من عام 2007 من منزل عائلته يتوجه رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة قبل أن يختفي ويترك وراءه لغزا عمر 15 عاما. وفي 2019 وبعد مرور 12 عاما من البحث المضني، تمكنت التحرية الأمنية من تحديد سبب الوفاة، ووجهت تهمة القتل لأصدقاء المختفي الذين ثبت أنهم كانوا صحبته خلال ذلك اليوم في حفلة عيد ميلاد بإحدى الفيلات ضواحي مدينة المحمدية. ليتم متابعة ثلاث متهمين على خلفية القضية، اثنان منهما في حالة اعتقال، فيما يتابع العنصر الثالث في حالة سراح. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.